مدريد ناج شيفارد يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي الدور الخامس، وين شلنا كيفاش مباراة كانت في القمة، وين شلنا حتى البروموغاسيون، وين شلنا هدف فيلي في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي، وين الشوط الأول الوقت الإضافي، شلنا كيفاش دافيد الذي سجل في الشوط الأول في الدقيقة الثانية، وين شاهدنا الشوط الأول وين انتهى هدف لهدف، الشوط النتيج الشوط الأصلي اللي انتهى هدف لهدف، شلنا جورج بوسكيس اللي سجل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 43، وشاهدنا الشوط الأول وانتهى هدف لهدف، شلنا كيفاش الهدف الثاني اللي سجله في 107 بيلي في الدقيقة في الشوط الأول الشوط الإضافي، وشلنا رافاييل، شلنا كيفاش ريندناش رافاييل، شلنا ميشيل، شلنا ماتا، شلنا جوردان أنديا، شلنا كيفاش جون، شلنا أوفي، شلنا جورجي، يعني كانت شلنا غوميز اللي دخل في الدقيقة 98، شلنا أيوب ماسكيس اللي دخل في الدقيقة 98، شنا سام اللي دخل في الدقيقة 6، جيرات اللي دخل في الدقيقة 6، يعني كانت المباراة كانت شيقة، مباراة وين شاهدنا إثارة كبيرة، نقولوا إثارة كبيرة، شاهدنا كيفاش ديان من جانب شيفارد يونايتد الحارس الذي هندرسون الذي أنقذ المرمى تاعو، شنا كريس، شنا جون، شنا جاك، جورجي، شنا جوان، شنا يعني نقولوا بلي بان شنا كيفاش كان ريتوس، شنا فايال، شنا جاك، شنا أولفير، شنا بيلي اللي دخل في الدقيقة 79 اللي سجل الهدف في الدقيقة 107، يعني كانت المباراة خاصة تكتيكية ما بين المدربين، وشاهدنا تغييرات أربع تغييرات للنادي، شنا كيفاش ريندناج اللي يستحق الفوز، لكن شنا كيفاش اليوم وين شيفارد يونايتد عانى أمام فريق لم يكن يتوقع بأن هذا الفريق سوف يوقف له الند بالند للند، يعني كانت المباراة في القمة، مباراة كانت شيقة، شوط إضافي كان شيق من الشوط الأول الشوط الثاني، وكانت المباراة في القمة، شنا دافيد وين سجل في الدقيقة الثانية لشيفارد، شنا ريدناج وين جورج الذي بوسكاس الذي عدل النتيجة عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 43، شنا بيلي الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 107، هذه المباراة الدور الخامس شنا كيفاش كأس الاتحاد الإنجليزي، ريدناج شيفارد يونايتد الذي فاز بالمباراة، سعيد.